تحرص أكاديمية أثلتيك الرياضية إلى جانب عملها التدريبي والفني على تفعيل دور التأهيلي للكوادر التدريبية والفنية والرياضية، وانطلاقا من هذا المبدأ عملت على توثيق علاقاتها واتصالاتها مع الأكاديميات العلمية والدولية داخل الدولة وخارجها. فجاءت هذه الاتفاقية مع الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا لتوفير إمكانيات تنظيم الدورات التدريبية التخصصية على عالية المستوى، حيث أن الأكاديمية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية أكاديمية تختص بتكوين الكوادر العلمية والتخصصية والتدريبية داخل ألمانيا وخارجها، وتعمل على تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الدول العربية. وهنا اسمحوا لي أن أدعو سعادة الدكتور مصباح إبراهيم جعفر ممثل الأكاديمية العربية الألمانية لتقديم كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي راعي الحفل، السيدات والسادة، الأخوات والإخوة، الضيوف والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم تقدير وتحيات سعادة البروفيسور الدكتور سعد رئيس الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، بروفيسور دكتور سعد هيالي ريكتور دي اس أغابيش أكاديمي والفيزيشاف والتكنولوجي، والذي شرفني بتكليفي بتمثيله في هذا الحفل. وإني أتشرف حقا بوقوفي بينكم هنا لنشهد معا إطلاق تشاركية علمية أكاديمية رائدة في مجال علوم التربية البدنية والرياضة. وإذ حرصت الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والتكنولوجيا منذ تأسيسها في مدينة كولن الألمانية سنة 2007 على نشر أسلوب البحث العلمي وتفعيل دور الدورات التدريبية القصيرة والطويلة في المجالات العلمية داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفي الدول العربية، ومنها علوم التربية البدنية والرياضة والعلوم المرتبطة بها. وإنه من دواعي الفخر أن تكون أولى الاتفاقيات التي توقعها الأكاديمية العربية الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الخليج عموما أن تكون في هذه الإمارة المعطاء، إمارة الفجيرة، وأن تكون برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله الشرقي، وأن يتم التوقيع مع أكاديمية رياضية تخصصية رائدة استطاعت أن تنتقل خلال فترة نشأتها وانطلاقها القصيرة أن ترتقي إلى أن تكون من مصافي الأكاديميات الرياضية المتميزة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أكاديمية أثلتيك الرياضية، حيث تتقاطع استراتيجية وسياسة الأكاديمية العربية الألمانية في نشر أسلوب البحث العلمي مع رغبة أكاديمية أثلتيك الرياضية في تطوير وتأهيل الكوادر الرياضية التدريب المتخصصة على مستوى عالي. وستكون باكورة هذه الاتفاقية بإذن الله في مطلع الشهر القادم، حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية تخصصية لتكوين مدرب دولي باللياقة البدنية، حيث ستستضيف هذه المؤسسة العلمية كلية الفجيرة أحداث هذه الدورة. واسمحوا لي نهاية أن أشكر لكم جميعا حضوركم ودعمكم ومشاركتكم لنا، والشكر الموصول مجددا لسمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي على رعايته هذه التشرف. السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور مصباح. والآن شكرا.